وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الخلية إخواني الكرام التي قلت لكم بأنها ضعيفة وفيها إطارين، تقريبا إطار ونصف فقط من النحل، يعني في إطارات كل نصف إطار يتجمع عليها النحل، وقلت لكم سأقوم بتجيشها وتطويرها وسأقوم بتقسيمها إن شاء الله إن حالفنا الحظ. المهم أنا سأعلمكم طريقة العناية بخلية ضعيفة من البداية حتى أن تقوم بجمع العسل منها. كما تشاهدون هذه هي الخلية. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين دائما أقول لكم إجباري. بسم الله نبدأ. وبركة الله هذه الخلية كما تشاهدون خلية قوية ضعيفة عفوا، فيها تقريبا ثلث إطارين ونصف أو إطار ونصف عفوا. انظروا هنا نحل أصبح ضعيف جدا. النظافة دائما الوسخ تجده واسخ، يعني الوسخ. انظروا لأنه ضعيف، يعني كله انظروا حتى أن أرضية الخلية أصبحت هشة. سأقوم بتغييرها عندما يتحسن الجو. أنا في منطقة ما زال الجو يعني بارد غير ذلك، فلذلك لا يمكنني أن أقوم بتغيير الصندوق للخلايا الضعيفة. الخلايا القوية أقوم بتغييرها، ما يمكن ضعيفة لا. هذه الخلية انظروا لا يوجد فيها عسل، ضعيفة. سأنزع هذا أيضا. هنا الإطار انظروا فيه حضانة، لا أقول لكم إنه فيه حضانة، يعني الملكة موجودة. الحضانة الملكة موجودة لا بأس بها. وبدأت تضع البيض، هذا يعني الإطار الملكة. هنا بدأت تضع البيض، يعني لا أخاف عليها. هي يعني من المستحسن أن أقوم بتضييقها إخواني الكرام، أن أقوم بتضييقها، وذلك لعدم يعني دخول أي شيء آخر يزيد عليها، لأنني قلت لكم خلية ضعيفة. أقوم بتضييقها. الإطار أصبح غير جيد على ما أظن من هذه الجهة، لا علينا. المهم هكذا أقوم بتضييقها. هذا يعني الأكل للنحل. عندي سأخذ منها القنديل، لأنني قلت لكم لن أتفقد هذه الخلية. سأقدم لها الكاندي إخواني. لأنني لا أستطيع أن أتفقد هذه الخلية، لأن الجو بدأ يتغير هنا في منطقتي، ربما يكون أمطار. لذلك أنا أقوم بتغذيتها بالمحلول السكري. الآن عجينة الكاندي كذا، وأتركها لمدة أسبوع آخر وسأشاهد. المهم بدأت تتطور الخلية، بدأت الملكة تضع البيض، وهذا هو الأهم. عندما تبدأ الملكة في وضع البيض فيعني بدأت تتوسع. هذا ما في الأمر إخواني الكرام. المهم كما شاهدتم إخواني الكرام، لقد وضعت لها التغذية، والملكة بدأت بوضع البيض، يعني أصبحت الملكة تضع البيض.
قضيتها بالكامبي لأنني لا أتفقد الخلية لمدة 4 أيام أو 5 أيام لأن الجو سيتغير هذه الأيام، وأتركها لمدة 4 أيام وبعد ذلك سأقوم بتغذيتها بالمحلول السكري التحفيزي لتر ونصف من الماء مع كيلو سكر، وستشاهدون كل شيء إخواني الكرام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.